طيب يعطيكم العافية. اليوم المحاضرة هي آخر محاضرة راح تدخل معنا مادة المد، وهي راح تكون على تراي كاربوكسيليك أسيد سايكل، أو بنحكي عنها الكريبس سايكل، أو بنختصرها بالتي سي اي سايكل. طبعا هاي المحاضرة كثير مهمة، ولازم نضلكم أصلا متذكرين المعلومات اللي راح نحكي فيها الأساسية طبعا بالمحاضرات الجاية لما نحكي عن الفات ميتابوليزم وعن البروتين. فإذا محاضرة اليوم رح نحكي فيها عن سايكل اسمها تراي كاربوكسيليك أسيد سايكل، أو نختصرها بالتي سي اي سايكل. التراي كاربوكسيليك أسيد سايكل متى بتصير هاي السايكل؟ لما إحنا نأخذ مصادر الطاقة زي الكربوهيدرات أو الفاتي أسيد الأحماض الدهنية من الدهون، أو الأمينو أسيد من البروتين، هذول رح يتحولوا لمادة اسمها أسيتيل كوإنزايم A. هاي المادة رح تمر معنا بشكل متكرر كتير. فإذا كل هاي المواد لما بصلها ميتابوليزم رح تتحول لمادة اسمها الأسيتيل كوإنزايم A. الأسيتيل كوإنزايم A هاي رح تدخل على السايكل اللي هي التي سي اي سايكل أو الكريبس سايكل، ورح نشوف بهاي السايكل شو المنتجات اللي بتنتج عندي. طبعا حكينا التراي كاربوكسيليك اسيد سايكل لها اسم ثاني اللي هو السيتريك اسيد سايكل او كريبس سايكل. يعني سواء بحكي تراي كاربوكسيليك او بحكي كريبس سايكل او سيتريك اسيد سايكل كلهم نفس الاسم. هاي السايكل بنحكي عنها امفيبوليك. شو يعني امفيبوليك؟ انه هاي السايكل تلعب دور بعمليات الكتابوليزم، عمليات الهدم، وبعمليات الانابوليزم اللي هي عمليات البناء. رح نشوف كيف المركبات اللي بتنتج بهاي السايكل جزء منها بروح عمليات الكتابوليزم، او بتنتج يعني هي خلال السايكل كتابوليزم، وكيف جزء منها بروح عمليات التصنيع جوا الجسم. بهاي السايكل عندي 2 كربون بدخلن على شكل اسيتيل كو انزايم A. يعني قبل شوي المركب اللي حكينا اسمه اسيتيل كو انزايم A، دائما لما بحكي اسيتيل يعني في عندي كربونتين، فهذا المركب اللي هو الأسيتيل كو إنزايم A بيكون فيه كربونتين، بدخل هذا المركب على الكريب سايكل، وهذا الكربونتين بخرجنا على شكل CO2. لازم نعرف إنه هاي السايكل تحدث بشكل كامل in the mitochondrial matrix، ما عدا جزء واحد منها رح نحكي عنه كمان شوي. يعني لما حكينا عن الجلايكولوسيس، الجلايكولوسيس صار بالسايتوسول. لما حكينا على الالكترون ترانسبورت شين، الالكترون ترانسبورت شين صارت ان انر ميتوكوندريال ممبرين. الكريبس سايكل تحدث بالميتوكوندريال ماتريكس ما عدا انزيم واحد رح نشوفه خلال الشرح. هاي السايكل بنحكي عنها ايروبيك باثوي. طبعا ليش بنحكي عنها ايروبيك باثوي؟ لانه انا بهاي السايكل بحتاج الاكسجين. ايروبيك يعني هوائي، بحتاج الأكسجين عشان تكون هي الفاينل إلكترونيك أكسبتر. لما بتتذكروا شرحنا على الإلكترون ترانسبورت شين، عمليات انتقال الإلكترونات، حكينا بتيجي عندي الـ NADH والـ FADH2 بيعطوا عندي 2 إلكترون للإلكترون ترانسبورت شين، وبظل ينتقلن خلال بعض البروتينات لحد آخر إشي مين يأخذ هاي الإلكترون اللي هو الأكسجين. فلما رح نشوف كمان شوي خلال هاي السايكل تي سي اي سايكل رح ينتج عندي NADH و FADH2. هذول NADH وال FADH2 رح يروحوا على الالكترون ترانسبورت شين، واخر اشي ياخذ الالكترونات اللي هو الاكسجين. فعشان هيك التي سي اي سايكل بنحكي عنها ايروبيك باثوي. فأنا اللي بيصير التالي، لما باخذ مصادر الطاقه زي الجلوكوز وبصير له جلايكولوسيس وبتحول للبايروفيت، لما باخذ الدهون بتتكسر لفاتي اسيد، ولما باخذ البروتين بتتحول لامينو اسيد، اول إشي بيصير هاي المركبات رح تتحول زي ما حكينا لمركب اسمه الاسيتيل كو انزايم A. هذا طبعا هون بشكل مختصر. هلا الاسيتيل كو انزايم A هاي رح تروح على السيتريك اسيد سايكل او الكريبس سايكل. لما بتصير عندي هاي السايكل رح ينتج عندي من السايكل CO2 2 مولكيولز اوف CO2، ورح ينتج عندي NADH و FADH2. هاي ال NADH وال FADH2 وين بدهم يروحوا مع الالكترونات؟ هاي هم رح يعطوا الالكترونات للالكترون ترانسبورت شين، وينتج عندي اللي هو ال ATP. فيعني حتى المحاضرة الماضية لما كان الشرح عن الجلايكولوسيز، شفنا بعملية تكسير الجلوكوز بينتج عندي جزيئين من الـ NADH. هذول الـ NADH بيروحوا على الإلكترون ترانسبورت شين وبيعطوهم الإلكترونات، وبينتج عندي جزيئات من الـ ATP. فإذا إحنا شرحنا عن الجلايكولوسيز،
وحكينا الجلوكوز لما بكسره آسف، شو آخر مركب ينتج عندي اسمه؟ بايروفيت. بايروفيت بالضبط. طبعا هاي البايروفيت اللي بتنتج نتيجة الجلايكولوسيس بدها تروح على السيتريك أسيد سايكل، بس ما السيتريك أسيد سايكل ما بتأخذ البايروفيت زي ما هو. فأول إشي لازم البايروفيت اللي بينتج عندي من الجلايكولوسيس يتحول لأسيتيل كو إنزيم A. طب هاي البايروفيت اللي نتجت من عملية الجلايكولوسيس بأي جزء من الخلية راح تكون؟ راح تكون بالسيتوسول ولا الميتوكوندريا ولا وين راح تكون؟ ماتريكس. طب طب محمد معي صح علامات؟ لا مصطفى. مصطفى طيب يا مصطفى، احنا قبل شوي حكينا الجلايكولوسيس اللي كانت بالمحاضرة الماضية بأي جزء من الخلية صارت؟ بالسيتوسول. بالسيتوسول اتذكروا الجلايكولوسيس بالسيتوسول. فالجلايكولوسيس بما انها صارت كلها بالسيتوسول، فإذا البايروفيت وين موجود؟ بالسيتوسول. وقبل شوي حكينا انه التي سي اي سايكل وين بتصير؟ جوا الميتوكوندريا. فاول شيء لازم انقل البايروفيت لوين؟ لجوا الميتوكوندريا، حتى بعدين تروح على التي سي اي سايكل. فاذا بيكون في عندي سبيسيفيك بايروفيت ترانسبورتر، ناقل خاص للبايروفيت بينقل البايروفيت من السيتوسول وفوتها جوا الميتوكوندريال ماتريكس. طبعا ليش؟ لانه راح نشوف انه احنا بنتذكروا الميتوكوندريا في لها غشائين، غشاء خارجي وغشاء داخلي. هلا دائما مشكله المواد حتى تخترق جدار الميتوكوندريا بيكون بالانر ميتوكوندريال ميمبرين. حتى لما المره الجايه او المحاضرات الجايه نشرح عن الدهون عن الليبيد رح نشوف انه بكون في عندي مشكله بعبور المواد من خلال الانر ميتوكوندريال ميمبرين. فالبايروفيت هي بتقدر تفوت من الاوتر عادي، بس مشكلتها انها تعمل تفوت من خلال الانر ميتوكوندريال ميمبرين. عشان هيك بيكون في عندي بايروفيت ترانسبورتر، ناقل خاص للبايروفيت بينقل البايروفيت من السيتوسول لجوا الميتوكوندريا. مجرد ما تفوت البايروفيت لجوا الميتوكوندريال ماتريكس، هناك في عندي إنزيم اسمه بايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس. هذا الإنزيم بيحول البايروفيت لمركب اسمه الأسيتيل كو إنزيم A. فهي الميتوكوندريا، وهون عندي الإنر ميمبرين والأوتر ميمبرين، وحكينا هون بيكون في عندي سبيسيفيك ترانسبورتر، ناقل خاص للبايروفيت بينقل البايروفيت من السيتوسول لجوا الماتريكس. فإذا هذا البايروفيت بكل بايروفيت كم كربون فيه؟ 3 1 2 3، ولازم تضلكم تذكرين هاي المعلومة. هذا البايروفيت مجرد ما فات جوا الميتوكوندريال ماتريكس، جوا الميتوكوندريال ماتريكس في إنزيم اسمه بايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس، وهذا الإنزيم مهم تحفظوه. هذا الإنزيم بيحول البايروفيت للأسيتيل كو إنزيم A، وبيربط مع خلال هاي العمليه بيكون في عندي ماده اسمها الكو انزيم A. فبتربط الكو انزيم A مع مجموعه الاسيتيل، فبينتج هذا اسيتيل يعني فيه كربونتين. حكيت لكم دائما اسيتيل يعني كربونتين، فهاي 1 2، فهذا اسمه اسيتيل كو انزيم A. طب البايروفيت كان اصلا 3 كربونات وتحول للاسيتيل اللي فيه كربونتين، يعني فيه كربون خسرتها، على شكل شو بكون خسرتها؟ CO2 على شكل CO2. فشايفين كيف عندي سام هون انها طلعت عندي CO2. كمان جدا مهم اعرف انه بهاي الخطوه بينتج عندي مركب من ال NADH. طبعا ليش مهم اعرف قديش بيطلع عندي NADH؟ لانه هذا ال NADH وين راح يروح؟ على الالكترون ترانسبورت تشين. الالكترون ترانسبورت تشين وينتج عندي ATP. هلا هون هذا الانزيم حتى يشتغل بده عوامل تساعده اللي هن الكو انزيم، زي مركب اسمه الثيامين بايروفوسفيت اختصاره TPP وFAD والمغنيسيوم والليبويك اسيد والNAD NAD+ اللي بتحول لNADH. هذا السلايد جدا مهم، وهاي الخطوه جدا مهمه، انه البايروفيت بتحول للاسيت الكو انزيم A عن طريق انزيم اسمه البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس.
طب لو اجي اسالكم البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس وين مكانه باي جزء من الخليه؟ توني شرحته سايتوسول. انا الميتوكوندريا بده يكون بالميتوكوندريا الماتريكس. احنا حكينا البايروفيت فوتناها من السيتوسول لجوه الميتوكوندريا الماتريكس. مجرد ما يصير جوه الميتوكوندريا الماتريكس البايروفيت بتتحول لاسيتيل كو انزيم ايه. فالبايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس وكل هاي الخطوه بتصير جوه الميتوكوندريا الماتريكس. اوكي وهاي سالت البايروفيت ولا البايروفيت دي هيدروجينيز؟ لا لا البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. هذا الانزيم وين موجود؟ ايوه اوكي. فهذا الانزيم موجود جوه الميتوكوندريا الماتريكس بيحول البايروفيت للاسيتيل كو انزيم اي. وحكينا بهاي الخطوه بينتج عندي 1 ان اي دي اتش. طيب البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس بحكينا is not part of TCA cycle. يعني هذا الانزيم هو مش جزء من TCA cycle. هاي خطوة بتصير قبل TCA cycle لانه احنا حكينا TCA cycle مين بفوت عليها؟ الاسيتيل كو انزيم A فقط. فانا اول اشي بحول البايروفيت لاسيتيل كو انزيم A عشان الاسيتيل كو انزيم A بعدين يفوت على TCA cycle. فالبايروفيت دي هيدروجينيز انزيم هذا مش جزء من التي سي اي سايكل. طيب نفرض انه في كان عندي نقص بالبايروفيت دي هيدروجينيز. يعني كان في عندي بايروفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي، كان عندي نقص بهذا الانزيم. بهاي الحاله بما انه هذا الانزيم مش موجود، هل البايروفيت رح يتحول لاسيتيل كو انزيم اي؟ لا لا لا. لشو بتحول بهاي الحاله؟ رح يتحول بالضبط. فبحالة البايروفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي البايروفيت ما رح يتحول لأسيتيل كو انزيم A ورح يتحول لمادة اسمها اللاكتيت. طب هاي التي سي اي سايكل معظم الشرح رح يكون هون، لما نمر على السلايدات رح نمر بشكل سريع. أول إشي أنا وحكيت لكم التي سي اي سايكل جدا مهمة لازم تعرفوها، لأنه بنشرح عن الدهنيات ما رح أرجع أعيد من أول وجديد، يعني هاي رح تضل معنا لنهاية الفصل. طيب لا اذا انا لما باخذ مصدر الكربوهيدرات حكينا بينتج عندي الجلوكوز وبتتم عمليه الجلايكولوسيس، ولما بصير عندي جلايكولوسيس بنتج مركب البايروفيت. اول شيء حكينا لازم البايروفيت يفوت لجوه الميتوكوندريا الماتريكس عن طريق ناقل خاص فيه. البايروفيت بيتكون من 1 2 3 من 3 كربونات. في عندي انزيم جوه الميتوكوندريا الماتريكس اسمه البايروفيت دي هيدروجينيز. هذا الانزيم بيحول البايروفيت لمركب الاسيتيل كو انزيم A، وكل بايروفيت بتحول لاسيتيل كو انزيم A بينتج منه NADH وبخزر كربوني على شكل CO2. هلا هون رح تبدا السايكل التي سي اي سايكل اللي حكينا بتصير بجوه الميتوكوندريا الماتريكس ما عدا انزيم واحد، بتتكون من 8 خطوات. اول خطوه الاسيتيل كو انزيم A بيرتبط مع الاوكسالو اسيتات، وبنحكي عن هذا الرياكشن كوندنسيشن رياكشن. كوندنسيشن لاني بربط الاسيتيل كو انزيم A مع مركب اسمه الاوكسالو اسيتات، وهذا المركب كمان رح يمر معنا كثير. الاوكسالو اسيتات عباره عن مركب فيه 4 كربونات 1 2 3 4. بيتم ربط الاسيتيل كو انزيم A مع الاوكسالو اسيتات عن طريق انزيم اسمه ستريت سينثيز. لما بربطهم مع بعض رح ينتج مركب فيه 6 كربونات اسمه الستريت، لأنه أنا عندي هون 2 وهون 4 مع بعض نتج المركب اسمه الستريت عن اللي بتكون من 6 كربونات. بهاي الخطوة هذا الرياكشن بنسميه هايدريشن رياكشن. هايدريشن لأن شو استخدمت فيه؟ مي. يعني بالضبط ضفت مي. ثاني خطوة عندي المادة الستريت بيشتغل عليها إنزيم اسمه الأكونيتيز. هذا الإنزيم فقط بس بغير من شكل الستريت، بيحول المركب اسمه الأيزوستريت، يعني بس بغير شكل أو ترتيب الذرات بهذا المركب. ثالث خطوة بهذا الرياكشن بنسميه the first oxidation reaction، أول oxidation reaction بصير خلال التي سي اي سايكل. هون بيجي عندي الأيزوستريت بتحول عن طريق انزيم اسمه ايزوستريت دي هيدروجينيز بيحوله لماده اسمها الفا كيتو جلوتيريت، وهاي الماده كمان رح تمر معنا كثير خاصه لما نحكي عن الامينو اسيد.
هاي الألف كيتو جلوتيرات من كم كربون بتتكون؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. والأيزوتريت كان بتكون من ستة، فإذا في كربون خسرتها على شكل شو؟ CO2 على شكل بالضبط. عشان هيك حكينا الكربونتين اللي كانوا عندي بالأسيتيل كوإنزيم A رح نشوف كيف نخسرهم على شكل CO2. وهاي الخطوة The First Oxidation Reaction بينتج منه أول NADH خلال TCA Cycle. رابع خطوة، مركب الألفا كيتو جلوتيرات بيشتغل كمان على إنزيم اسمه ألفا كيتو جلوتيرات دي هيدروجينيز، وهالثاني أكسيديشن رياكشن. بهاي الخطوة بتكون عندي كمان NADH وبخسر كربوني على شكل CO2، فبينتج مركب فيه أربع كربونات، وبهاي الخطوة كمان بضيف كو إنزيم A، فبينتج مركب اسمه سكسين الكو إنزيم A. خامس خطوة، بيجي إنزيم اسمه سكسينيل كو إنزيم A سينثيتيز. بهاي الخطوة الكو إنزيم A هذا اللي ضفته على السكسينيل بتطلع وبضيف فوسفات جروب من الفري فوسفات اللي موجودة بالجسم، وبينتج عندي مركب اسمه الجي تي بي، والسكسينيل كو إنزيم A بتحول للسكسينيت. فإذا بالخطوة الخامسة السكسين الكو إنزيم A بيشتغل عليه إنزيم اسمه سكسين الكو إنزيم A سينثيتيز. بهاي الخطوة بخسر الكو إنزيم A وبيتحول السكسين الكو إنزيم A لسكسينات، وبهاي الخطوة بتيجي عندي فري فوسفات، هيها فري من الجسم، تنضاف على مركب اسمه الجي دي بي. جي دي بي هو جوانين داي فوسفات. احنا بنعرف القواعد النيتروجينية اللي هن زي اللي هن التي والجي والسي، وإيش كمان قواعد الموجات بالدي ان اي، جي وسي وتي، وإيش كمان جي وسي واي وتي بالضبط. فأنا هون عندي هذا الجي دي بي اللي هو جوانين دايفوسفات، تنضاف لذرة فوسفات بتتحول لجي تي بي. ذرة الفوسفات اللي على الجي تي بي اجت بيروح بأخذها مين؟ الاي دي بي، وبتحول لاي تي بي. فبهاي الخطوة الخامسة بينتج عندي ATP as free ATP. كل عملية رح نشرحها مهم نعرف الATP كم واحد بيطلع عندي على شكل free، ومهم أعرف قديش عندي NADH و FADH2. فبهاي الخطوة الخامسة بينتج عندي free ATP. الخطوة السادسة، مادة السكسينات هاي أو مركب السكسينات بيشتغل عليه إنزيم اسمه السكسينات هيدروجينيز، وبينتج وبتحول السكسينات لمادة اسمها الفيوماريت، وبينتج بهاي الخطوة اللي هو FADH2. تذكروا إلكترون ترانسبورت شين؟ طبعاً في امتحان يوم الخميس، وأنا متأكد إنه لحد الآن فيش ناس درس الإلكترون ترانسبورت شين، وبتتجادلوا معاي على الوقت وعلى عدد الأسئلة. طب الإلكترون لما شرحنا عن الإلكترون ترانسبورت شين، حكى الإلكترون ترانسبورت شين بتتكون من 4 بروتين كومبلكس. وإذا بتتذكروا حكينا في كومبلكس 2 حكينا لكم ما رح نشرحه، ورح نشرحه لما نحكي عن التي سي اي سايكل. كومبلكس 2 بالضبط كومبلكس 2 اللي كان بالإلكترون ترانسبورت شين هو اسمه السكسينات هيدروجينيز، لأنه السكسينات هيدروجينيز جزء من التي سي اي سايكل. فهاي الخطوة اللي بتصير هون لما بتحول السكسينات للفيوماريت بينتج منها الـ FADH2، وهاي الـ FADH2 بتروح بتعطي الإلكترونات لمين؟ لا للكومبلكس 2، ومن كومبلكس 2 بيعطوها الكو انزيم كيو، بتتكون بتتكمل اس في الالكترون ترانسبورت تشين. فلما شرحنا عن الالكترون يعني خطوه 6، يعني خطوه 6 راح تصير بالانر ممبرين بالضبط. فالخطوه السادسه من التي سي اي سايكل هي الخطوه الوحيده من التي سي اي سايكل اللي بتحصل ان ذا انر ميتوكوندريال ممبرين. عشان هيك بدايه المحاضره حكيت لكم صح بنحكي انه التي سي اي سايكل كلها بتصير بالميتوكوندريال ماتريكس ما عدا خطوه واحده، اي خطوه؟
السادسة اللي هو السكسينات هيدروجينيز. هذا الإنزيم وين موجود؟ In the inner mitochondrial membrane. واضح؟ مهم تتذكروا يعني هاي التي سي اي سايكل جدا سهلة جدا سهلة، بكون مركز ما فيها المعلومات المعقدة والكثير وأشياء واضحة. فالسكسينات هيدروجينيز هو الجزء الوحيد والإنزيم الوحيد من التي سي اي سايكل اللي بيصير بالإنر ميتوكوندريال ممبرين، وبتنتج بهاي الخطوة الـ FADH2 اللي بتروح بتعطي إلكتروناتها وبتكمل جوا الإلكترون ترانسبورت تشين. الفيوماريت هذا اللي نتج عندي بيجي على إنزيم اسمه الفيوماريز، وكمان هاد هيدريشن رياكشن بضيف مي وبينتج مركب اسمه الملات. آخر خطوة في عندي إنزيم اسمه الملات دي هيدروجينيز، بحول الملات للأكزالو أسيتات وبينتج عندي NADH. فسمينا هاي TCA سايكل، سميناها سايكل يعني حلقة. ليش؟ لأنه نقطة البداية كانت إيش؟ نقطة النهاية. يعني أنا من محل ما بديت إيش؟ رجعت عشان هيك بالضبط. يعني من البداية بدأت من الأكزالو أسيتات استخدمته ورجعت طلعته، فعشان كنا نسميها سايكل. طيب لو أسألكم سؤال، كل TCA سايكل بتصير عندي كم NADH بيطلع منها؟ كنتان عديهم، هاي الصورة قدامي. ثلاثة ثلاثة بالضبط، هاي واحد من هون ثلاثة و... بطلع ستة يا دكتورة. ثلاثة هاي كل تراي كاربوكسيليك أسيد سايكل، هاي واحد NADH، هذا الثاني وهذا الثالث. كل سايكل بينتج منها 3NADH وبينتج 1FADH2 وبينتج 1FreeADH. مهم جدا تعرفوا هاي المعلومات. كل بايروفيت بتحول لأسيتيل كو انزيم A بينتج واحدة NADH. كل أسيتيل كو انزيم A بتفوت على التراي كاربوكسيليك أسيد سايكل بينتج منها 3NADH 1FADH2 and 1FreeATP. هلا هاي الـ NADH والـ FADH2 وين رح يروحوا؟ الإلكترون ترانسبورت شين. بالضبط، الإلكترون ترانسبورت شين، وهناك بينتج منهم ATP. طبعاً حكينا كل NADH بيروح على الإلكترون ترانسبورت شين بيكون ثلاثة ATP، وكل واحد FADH2 بيروح بيعطيني واحد ATP. جداً مهم تعرفوا هاي المعلومات، لأنه بالنهاية رح نحسب إنه كل جلوكوز كم ATP بيعطيني. ماشي دكتورة عيدي والله، كم كل ناد اتش بيعطيني اي تي بي وكم فاد اتش بيعطيني اي تي بي؟ هلا هون في عندي جدول، هلا بنشوف كيف رح نحسبهم. اللي بدي اياكم تتذكروه هلا لهون انه كل تي سي اي سايكل بفوت عليها بس واحد اسيتيل كو انزيم اي، وكل واحد بيعطيني 3 ان اي دي اتش و1 اف اي دي اتش 2 و1 اي تي بي. طب هلا الجلايكولوسيز كم بايروفيت بينتج منها؟ قبل هيك دكتورة سؤال، هلأ لما تحول البايروفيت لأسيتيل كوانزيم إيه نتج معنا برضو NADH، ليش ما بنعدها محل؟ أي ولاش ما بنعدها محل؟ إنه إحنا بنحكي من التي سي اي سايكل قديش نتج عندي. هاي الخطوة حكينا مهم تتذكروا إنه هي مش جزء من التي سي اي سايكل، هي بتصير قبل التي سي اي سايكل. لكن لما بدي أحسب قديش كل جلوكوز بيعطيني اي تي بي بدي أعيد هاي الخطوة. أوكي؟ يعني لما بدي أعيد كل جلوكوز كم ATP بيعطيني أكيد رح أعيد هذا الـ NADH، لكن أنا هون قاعدة بحكي بس عن بالضبط بس عن الـ TCA cycle اللي بتبدأ. الـ TCA cycle بتبدأ من هون، أوكي، من هاي الخطوة من هون وتحت. هاي هي السايكل، كل سايكل بينتج منها 3NADH 1FADH2 and 1ATP. أوكي؟ فهاي يعني هاي السلايدات يعني كل إشي شرحناه موجود فيها، لكن بس نحكي عن كم شغله كيف تعمل ريجوليشن للانزيمات اللي بالتي سي اي سايكل.
أول خطوة اللي بيشتغل عليها إنزيم السترات سينثيز، هذا الإنزيم بيصير له إنهيبيشن عن طريق المركب اللي بينتجه اللي هو السترات. فالسترات يعتبر إنهيبيتور، يعتبر مثبط للسترات سينثيز. وكمان السبستريت افيلابيليتي، توفر المادة الأولية اللي هن الأسيتيل كوإنزيم A والأوكسالو أسيتات، كمان بنظم شغل السترات سينثيز. يعني كل ما زاد السبستريت افيلابيليتي شغل السترات سينثيز شو بده يصير فيه؟ بده يزيد. يعني لما بزيد له المواد الأولية، بزيد له الأوكسالو أسيتات، بزيد له الأسيتيل كوإنزيم A، السترات سينثيز رح يشتغل بشكل أسرع أو أكثر. هاي ثاني خطوة اللي حكينا، فقط بصير ايزومرايزيشن، بتحول السترات للايزو سترات. وثالث خطوة كيف بتحول عندي الايزو سترات للمركب اللي هو الالفا كيتو جلوتارات، وحكينا هون بينتج عندي الـ NADH. هاي الخطوة بتتم، حكينا عن انزيم اسمه ايزو سترات دي هيدروجينيز. هذا الانزيم بصير له اكتيفيشن، بتحفز عن طريق الـ ADP والكالسيوم، لكن بصير له انهيبيشن عن طريق الـ ATP and NADH. رابع خطوة حكينا بتحول فيها الالفا كيتو جلوتارات لسكسن الكو انزيم A، وبهاي الخطوة بينتج عندي NADH وبينتج عندي كمان CO2. هذا الرياكشن او بيتم عن طريق انزيم اسمه الالفا كيتو جلوتارات دي هيدروجينيز، وهذا الانزيم بيصير له انهيبيشن عن طريق المركب اللي بينتجه اللي هو كان عندي ستكسن الكو انزيم A، وبيصير له انهيبيشن كمان عن طريق ال NADH، وحكينا البرودكت اللي هو ستكسن الكو انزيم A، وبيصير له اكتيفيشن عن طريق الكالسيوم. خامس خطوة السكسن الكو انزيم A بتحول لسكسينات، وحكينا بهاي الخطوة بينتج جي تي بي اللي بعدين بتعطي الفوسفات اللي صارت عليها للـ ADP، وبينتج عندي the free ATP. فالـ free ATP بتنتج بهاي الخطوة عند تحول السكسن الكو انزيم A لسكسينات. الخطوة السادسة السكسينات بيشتغل على انزيم اسمه السكسينات دي هيدروجينيز، وبتحول لمادة اسمها الفيوميرات، وحكينا بينتج عندي هون FADH. فهي شو بيحكي لنا؟ هذا الإنزيم السكسينات دي هيدروجينيز هو الإنزيم الوحيد من TCA سايكل اللي وين موجود بالإنر ميتوكوندريال ميمبرين، وهو كومبلكس 2 اللي موجود بالإلكترون ترانسبورت شين. فهي السكسينات كيف تحول لفيوميرات ونتج عندي FADH2. هاي الإلكترون ترانسبورت شين اللي كان ناسيها، حكينا الالكترون ترانسبورت شين تتكون من كومبلكس 1، كومبلكس 2، كوإنزيم Q، كومبلكس 3، سيتوكروم C، وكومبلكس 4. فهذا كومبلكس 2 حكينا من أجله لما نحكي عن التي سي اي سايكل. هذا الكومبلكس 2 هو السكسينات دي هيدروجينيز. هون كيف بتنتج عندي الفيوميرات والاف اي دي اتش 2، بتعطي الالكترونات للكوإنزيم Q، بتكمل عندي الالكترون ترانسبورت شين. الخطوة السابعة الفيوميرات بتحول للملات، وآخر إشي الملات بتحول للأوكسالو أسيتات، وبهاي الخطوة بينتج عندي الـ NADH. فإذا كل تراي كاربوكسيليك أسيت سايكل كم حكينا NADH بينتج منها؟ ثلاث. كم FADH2؟ واحدة. وكم GTP أو ATP؟ يعني سواء بحكي GTP أو ATP نفس الإشي، هو مولكيولز أوف إنيرجي، كم واحد؟ واحد. حكينا هلأ لكل NADH بروح على الإلكترون ترانسبورت شين كم ATP رح يعطيني؟ ثلاثة. كل NADH بروح على الإلكترون ترانسبورت شين بعطيني ثلاثة ATP. فالكريبس سايكل نتج منها 3 NADH. فهذا الثري بالضبط، هذا الثري NADH لما يروحن على الإلكترون ترانسبورت شين رح يعطيني 9 ATP. طيب حكينا بينتج عندي واحدة FADH2، كل FADH2 بتروح على الإلكترون ترانسبورت شين تعطيني 2 ATP. آسف كأنه أنا حكيت لكم مرة واحد ولا اثنين؟ واحد دكتور، واحد وثلاثة. آسف لا آسف هي اثنين. كل آسف خربطت معكم. كل FADH2 بتروح على الإلكترون ترانسبورت شين تعطيني 2 ATP. فبما انه كم FADH2 طلعت عندي من الكريبس سايكل؟ واحدة. فكم ATP رح يطلع عندي؟ اثنين. اثنين.
لحظة شوي، اثنين بعدنا بنحكي، يعني كل FADH2 بتروح على الإلكترون ترانسبورت شين رح تعطيني 2 ATP. وكم ATP طلع عند as a free؟ واحد. لما أجمعهم مع بعض بيطلع عندي 12 ATP بتنتج لكل أسيتيل كوإنزيم A صار لها أوكسيديشن أو دخلت على الكريبس سايكل. طبعاً أنا فيش حدا معي بالمحاضرة غير محمد، غير المصري وغير حنين، أنا هو اللي سمع صوتهم. يعني أنا بسألكم عن الإلكترون ترانسبورت شين اللي شرحناها وحكيت لكم من يوم ما شرحتها ودرسوها لأنها مهمة ورح نضلنا نعيد فيها. فما تتوقعوا يعني أو ما صرت ناقشوني على أي إشي بخصوص الامتحان، أوكي؟ فإذا كل أسيتيل كوإنزيم A بتفوت على الكريبس سايكل أو على التي سي اي سايكل بينتج عندي بالمحصلة منها 12 ATP. طيب حتى أعمل ريجول، يعني هون مثل المثال كيف بصير عندي ريجوليشن للكريبس سايكل. هلا اول قبل الكريبس سايكل حكينا البايروفيت تتحول للاسيتيل كوإنزيم A عن طريق انزيم اسمه البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. هذا الانزيم البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس بتحول من الشكل الاكتيف للشكل الان اكتيف. طبعا كيف؟ عن طريق الفوسفوليريشن. تتذكروا لما شرحنا عن الانزيمات وحكينا احد طرق تنظيم شغل الانزيمات عن طريق الفوسفوليريشن. فمثلا هذا الانزيم اللي هو البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس لما بصير له فوسفوليريشن عن طريق انزيم اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس كاينيز بتحول لشكل الان اكتيف. يعني هذا الانزيم البايروفيت دي هيدروجينيز لما بصير عليه فوسفات جروب بيصير شكله ان اكتيف. لما بشيل عنه الفوسفات جروب بتحول للشكل ايش؟ الاكتيف. فبنشوف هاي الانزيم هون عليه فوسفات جروب بين قوسين مكتوب ان اكتيف. الانزيم هون ما عليه فوسفات جروب شو محطوط عليه؟ اكتيف. هلا الانزيم اللي بيحوله للشكل الاكتيف اللي هو اسف الانزيم اللي بيحوله للشكل الان اكتيف اللي هو اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز كاينيز. هذا الانزيم بيصير له انهيبيشن تثبيط عن طريق البايروفيت وبيصير له ستيميوليشن تحفيز عن طريق الاي تي بي والاسيتيل كوإنزيم A والان اي دي اتش. بالمقابل الانزيم اللي بيحول هذا الديهايدروجينيز كومبلكس من الشكل الان اكتيف للشكل الاكتيف بصير له ستيميوليشن تحفيز عن طريق الكالسيوم. والبايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس بالشكل الاكتيف بصير له تثبيط عن طريق الان اي دي اتش وعن طريق الاسيتيل كوإنزيم A. فهذا المثال كيف بتتم عملية التنظيم لشغل الأنزيمات من خلال الفوسفوليريشن، من خلال إضافة الفوسفات جروب أو شيلها. فالبايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس لما بضيف للفوسفات جروب بصير إن أكتف غير فعال، لما بضيف للفوسفات جروب بتحول للشكل الأكتف اللي هو الفعال. وعملية الفوسفوليريشن أو الديفوسفوليريشن بتتم من خلال أنزيمات. فهون كمان عندي هاي المواد اللي بتنظم الكريبس سايكل. فمثلا بنشوف الانزيم اللي اسمه ستريت سينثيز اللي بيربط الاول خطوه اللي هي بيربط الاسيتيل كوإنزيم A مع الاوكسالو استيت بصير له انهيبيشن عن طريق الاي تي بي والان اي دي اتش والستريت والسكسن الكوإنزيم A. الانزيم اللي بيحول الايزو ستريت للالفا كيتو جلوتاريت بتثبط عن طريق الاي تي بي والان اي دي اتش وبتحفز عن طريق الاي دي بي والان اي دي بلس. اللي أنا بدي إياكم منهم اللي هو اللي موجودات بالسلايدات فقط، اللي موجودات هنا بشكل عام على الرسمة ما بدي إياهم منكم، أوكي؟ أوكي. طيب حكينا إنه الكريبس سايكل تعتبر أنفيبوليك. أنفيبوليك حكينا بيكون لها عمليات الكتابوليزم وعمليات الأنابوليزم. طبعاً ليش؟ لأنه أنا هاي الكريبس سايكل اللي بتفوت عليها الأسيتيل كوإنزيم A حكينا بينتج الستريت خلال السايكل الفا كيتو جلوتاريت ملات اوكسالو اسيتات. فهي اصلا هي عمليه كتابوليزم. كيف بتدخل عمليات الانابوليزم؟ الستريت اللي بينتج خلال الكريبس سايكل ممكن يستخدم بعمليات تصنيع الفاتي اسيد الاحماض الدهنيه. الالفا كيتو جلوتاريت رح نشوف انها كيف بتدخل بعمليات تصنيع الامينو اسيد وعمليات تصنيع النيورو ترانسميترز النواقل العصبيه بالدماغ.
استكسن الكوينزيم A بروح عمليات أو بدخل بعملية تصنيع الهيم. الملات رح نشوف بالمحاضرة الجاية كيف بيدخل بالجلوكونيوجينيسيز. الجلوكونيوجينيسيز هي عملية تصنيع الجلوكوز، والأوكزالو أسيد كمان رح أشوف إنه إله دور بعملية تصنيع الأمينو أسيد. فعشان هيك منشوف انه الانترميديات، الانترميديات يعني مركبات اللي بتنتج خلال الكريبت سايكل، كيف إلها دور بعمليات البناء وصنع مواد ثانية جوا جسمي. دكتورة نحفظهم هذول كل واحد داي عملية يمر؟ لا ما بدي منكم تحفظهم، لانه اصلا رح يمروا علينا بالعملية بالخل، يعني مثلا بالفاتي اسد مش كتير رح يمر معنا، لكن مثلا الأوكزالو أسيتات والألفا كيتو جلوتيرات رح يمر معنا لما نحكي عن الأمينو أسيد. بالجلوكونيوجينيسيز رح يمر معنا الملات، فلا ما بديش تركزوا عليهم الآن. طب هلا في عندي فيتامينات ومينيرالز معادن بحتاجن حتى أعمل التي سي اي سايكل، حتى أصنع خلال اللي هي الكريب سايكل. زي ما شفنا بنحتاج النياسين اللي هو الـ NAD بلس، بحتاج الـ NAD بلس، بحتاج الـ FAD، بحتاج مادة اسمها البنتو ثينات، مادة اسمها الثيامين، بيوتين، كمان بحتاج المينيرال زي المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفات. فكل هاي الأشياء أساسية خلال الـ TCA سايكل. صح ما شرحناها على الـ TCA سايكل بالتفصيل، لكن كلها مهم وجودها حتى تحدث عندي الـ TCA سايكل. والله يعطيكم العافية، هيك بتكون المحاضرة خلصت. أوكي يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيكم. دكتورة سؤال تفضل. الأربعاء أعطيتي محاضرة؟ الأربعاء حكيت لكم ما كان في محاضرة، بس نزلت لكم تسجيل المحاضرة اللي هو الجلايكوليسيس داخل معكم بالامتحان. أيوة نخلص تمام. أوكي فإذا مادة المد رح تكون اللي هي الإنزيمز البارت الأول والثاني، رح يكون داخل معانا الإلكترون ترانسبورت شين، الجلايكوليسيز والتي سي اي سايكل. المادة كثير صغيرة على هوا العلامات وعلى هوا إنه امتحان مد. أوكي إن شاء الله بتدرسوا كويس وبتجيبوا علامات ترضيكم، وأنتوا بتدرسوا بالمستوى العلامات اللي بدكم إياها. وصراحة هذا بس اللي بخصوص التي سي اي سايكل، حكينا أهم المعلومات المهمة بالتي سي اي سايكل، وين بتصير، كم أنا اي دي اتش بيطلع منها، كم اف اي دي اتش، كم اي تي بي. كمان لو بدي أسألكم سؤال، التي سي اي سايكل شفنا كم سي او 2 طلع منها؟ بالضبط اثنين أو تنتان. صح تنتان. كان المركب الأساسي يفقد الكربون عن طريق CO2. بالضبط، هون فقدنا أول CO2 خلال تحول البايروفيت للأستيل كوينزيم A، لكن خلال السايكل طلع عندي 2 CO2، هاي واحدة وهاي واحدة. صح من قبل ما بلا دكتورة. بالضبط. كنت دك تسألي سؤال إنه الجلوكوز بيطلع اثنين بايروفيت، فبتصير حلقة أو كريبس سايكل بتصير مرتين. بالضبط. بينتج عندي 24 ATP بس من وين؟ من الكريبس سايكل، لكن أنا في عندي ATP نتجت من الجلايكولوسيز، فأنا صراحة لازم أشرح لكم إياه هذا شوي. فلما نحسب كل جلوكوز كم اي تي بي بينتج منه، هلا احنا لما حكينا بدنا نحكي كل جلوكوز بفوت على الجسم كم اي تي بي بينتج منه. هلا كل جلوكوز بفوت على الجسم اول اشي شو بده يصير له؟ بده يصير له جلايكوليسيس، بده تصير عملية تكسير الجلوكوز. لما بيصير الجلايكوليسيس كم ان اي دي اتش بينتج عندي؟ اثنين NADH و 2 ATP و 2 بايروفيت. هذا طبعا كان محاضرة الأربعاء. طيب هاي ما بتهمناش كثير.
هلا البايروفيت اللي نجد عندي من الجلايكولوسيز او بنحكي عنه الايروبيك جلايكولوسيز، الايروبيك يعني هوائي، يعني في عندي اكسجين، كل بايروفيت لشو رح تتحول؟ لاسيتيل كوانزيم ايه اللي شرحناها قبل شوي. اسيتيل كوانزيم ايه بالضبط. وخلال تحول البايروفيت لكل لاسيتيل كوانزيم ايه شو نتج عندي؟ ان اي دي اتش. واحد ان اي دي اتش. طب كل جلوكوز لما كسرناه كم بايروفيت عطاني؟ ثنتين. اثنين. فكل تو بايروفيت كم اسيتيل كوانزيم ايه رح يعطيني؟ تو اسيتيل كوانزيم ايه. بالضبط. فخلال تحويل التو بايروفيت لتو اسيتيل كوانزيم ايه كم ان اي دي اتش رح يعطيني؟ ثنتين. بالضبط. فلحد الان خلال تحويل الجلوكوز لبس للبايروفيت نتج عندي تو ان اي دي اتش وتو اي تي بي. هلا البايروفيت الثنتين اللي حولتهن لتو اسيتيل كوانزيم ايه كمان شو عطني؟ تو ان اي دي اتش. بدي احسب كل ان اي دي اتش اللي تكونت وكل الاي تي بي اللي تكونت. فهون من الجلايكوليسيس طلع عندي 2 ان اي دي اتش و2 اي تي بي. خلال تحويل البايروفيت للاسيتيل كوانزيم ايه بما انه عندي 2 بايروفيت تحول ل2 اسيتيل كوانزيم ايه فطلع عندي 2 ان اي دي اتش. هلا ال2 اسيتيل كوانزيم ايه كم كريب سايكل رح يصير لإلهن؟ تنتين. مرتين. تنتين لانه كل اسيتيل كوانزيم ايه رح تفوت على كريب سايكل. طيب كل كريب سايكل حكينا شو بتعطيني؟ 3 ADH 1 ATP. فال بما انه انا هاي الوحده اللي كريب سايكل وحده انا كم كريب سايكل عندي؟ ثنتين. كمان ثنتين. بالضبط. فبما انه بدها تصير عندي 2 كريب سايكل كم ان اي دي اتش رح يطلع عندي ان توتال؟ 6. كم اف اي دي اتش؟ ثنتين. كم ATP؟ ثنتين. على فكرة هاي الATP لكل جلوكوز مش موجود، مش نازل تسجيله، فبتكون تسمعوه من هون من التسجيل وتتذكروه من هاي المحاضرة. أوكي؟ تمام. طب إذا هلا من كل الايروبيك جلايكوليسيز يعني الجلايكوليسيز الهوائي اللي بيصير بوجود الأكسجين كل الـ NADH طلعين 10. ثنتين من الجلايكوليسيز، ثنتين من تحويل البايروفيت للأسيتيل كوانزيم A لما حولت التو بايروفيت للتو أسيتيل كوانزيم A، وثنتين وستة من وين طلعين؟ من الكريبس سايكل. أوكي؟ لأنه كم الكريبس سايكل عندي صار؟ ثنتين. ماشي؟ فكل NADH حكينا كم ATP بعطيني؟ ثلاث. فأنا عندي كل الـ NADH 10، فالـ 10 NADH كم رح يعطيني؟ 30. بالضبط. فكل جلوكوز رح ننتج منه 30 ATP من وين؟ من الـ NADH. هلأ كمان طلع عندي FADH2. كداش كل الـ FADH2 اللي تكون عندي؟ ثنتين. ثنتين. كل كريبس سايكل بينتج منها واحدة، لكن أنا لكل جلوكوز بتصير الكريبس سايكل مرتين، فتوتل FADH2 اثنين. هلا من الكريبس سايكل واحد اف اي دي اتش بعطيني حكينا 2 اي تي بي. طب انا كل جلوكوز كم اف اي دي اتش بينتج منه؟ اثنين. اثنين. فتوتال اي تي بي قديش مقدارهم؟ أربعة. أربعة اي تي بي. اذا طلع عندي 30 اي تي بي من الان اي دي اتش، 4 اي تي بي من الاف اي دي اتش 2. هلا في عندي اي تي بي طلعوا بشكل دايركتلي مباشر، اثنين كان واحد من كل كريبس سايكل. طب اول شيء تطلع عندي ثنتين من الجلايكولوسيس وثنتين من وين؟ من الكريبس سايكل. فقديش مجموعهن؟ أربعة. طب كل الـ ATP، فكل الـ ATP اللي بينتج عندي من عملية الايروبيك جلايكولوسيس بيطلع 38 ATP. 30 من الـ NADH، 4 من الـ FADH2، و4 طلعن بشكل ايش ماله؟ دايركت. مجموعهم كلهم 38 اي تي بي. فكل جلوكوز بيدخل على الايروبيك جلايكوليسيز، الايروبيك يعني هوائيه، في عندي اكسجين، لانه بحاله الانيروبيك راح يكون الوضع مختلف، واصلا ما بتصير تي سي اي سايكل ولا شيء. اوكي؟ لانه ما عندي اكسجين. بالضبط. بتنتهي عند اللاكتيت هذه. فبحاله الايروبيك جلايكوليسيز لكل جلوكوز بينتج عندي 38 اي تي بي، وشفنا كلهم من وين مصادرهم. واضح؟ واضح.
الأمور إن شاء الله هينة وسهلة، أنتوا نفسكم ما تضلكوش تستصعبوا الأمور، أوكي؟ وإن شاء الله بتكون أموركم تمام يوم الخميس. طبعا لا تنسوا الامتحان الساعة 5، ماشي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للي بدي أحكي، بالنسبة للواجب أنا صح سكرته ب20/3، لكن للأسف طلعت، يعني هو في طلاب مش منتبهين، طلعت أنا لما كاتب تحت الواجب كاتب إنه بينتهي ب20/4، فهم منتبهين بس على 20/4 ومأجلين تسليم الواجب، فأنا رجعت فتحت الواجب ل20/4. طبعا الناس اللي جاوبت ممنوع ترجع تجاوب مرة ثانية، أوكي؟ خلص أنا عملت تقييم أصلا يعني، بس لعشان الناس اللي تأخرت وما كان وكانت مبين عندها 20/4 رجعت فتحت الواجب. واضح؟ طب دكتورة وين علاماتهم؟ ما بعرف كيف يبينوا عندكم، بس هم ظهروا عند، يعني المفروض انه يكون ظاهر عند صفحتك، نزلوا على العلامات بخانة العلامات. تمام. انا نزل لي 14 من كم؟ ايش هاي 14؟ فيش 14، الواجب من 5 والكويز كان من 10. التوتال يمكن، ممكن ما بعرف كيف تطلع علامات عندكم صراحة. وحتى توتال ينزل بعدين بعد الميد والفاينل. طيب يا ليت تعمل سكرين شوت او اي شيء اللي عندك وبعت لي اياه اشوف شو هاي العلامه، بس ما انا ما عنديش شيء، ما فيش شيء حطيت عليه يعني 14. دكتور اللي هو علامه الكويز وعلامه الواجب. دكتور الكويز الاول 9 والاسايمنت 5. طيب هاي مجموعهم 14. اوكي تمام. ان شاء الله، يعطيكم العافيه. أعطيك العافية.